شكرا جزيلا. اكيد شهر رمضان هو شهر غفران وشهر الرحمه وشهر التواصل، لذلك حتى الكلمات في هذه اللحظات تفلت. وبالتالي باسمي وباسم الاخت الصديقه رئيسه المجلس الجهوي النائبه البرلمانيه خديجه الحجوبي، والاخ عزيز البار النائب البرلماني، والاخوين رؤساء المقاطعه سيدي محمد وسيدي خليل، والاخوه منتخبينا ومنتخباتنا في المقاطعه وفي مجالس العماله وفي الجهه، والاخوات والاخوه المناضلين والمناضلات، كل باسمه وصفته المراه الطامية الحاضره بقوه هذه الامسيه احييكم عاليا، احييكم عاليا، واقول نحن في اجتماع لتقويه اواصر الترابط الذي تجمعنا بمنطق الحزب الذي انخرطنا فيه وامنا بمشروعه ودافعنا عليه. واكيد حزبنا كما تعرفون جيدا في شهر جوش كان عندنا المؤتمر الوطني. هذا المؤتمر ابدع شكلا ومضموعا في كل التصورات، واكثر من ذلك اريد ان اقرئكم تحيات الاخت المنسقه الوطنيه فاطمه الزهراء المنصوري رئيسه يعني القياده الجماعيه للحزب. ايضا اقرئكم سلام الاخ مهدي بن سعيد وزير الثقافه، والاخ ابو الغالي صلاح الدين، انهم يعرفون باننا نجتمع في مقاطعه البريريين بمدينه فاس، ويتصلون ويواكبون، وكانوا ينتظرون ان نخرج في فاس. لماذا؟ لان فاس كانت تجربه رائده على مستوى العمل التنظيمي والسياسي والحضور في كل المقاطعات بالنسبه للاسرى والمعاصره، بعيدا عن الموجات الانتخابيه، بعيدا عنها. نحضر مع المناضلين والمناضلات ايمانا منا بالادوار الطلائعيه التي يجب ان تقوم بها الاحزاب السياسيه في تاطير المواطنين، في الاستماع اليهم، في تجميع ملاحظاتهم وارائهم وافكارهم والتقاطها والدفاع عنها في المؤسسات الدستوريه، سواء المنتخبه على مستوى الجماعه او على مستوى العماله او على مستوى الجهه او على مستوى الحكومه والبرلمان. وبالتالي فإخوانكم في الحزب على مستوى الجهة، ويحضر معنا الأخ عبد العالي الشينون رئيس فريق المستشارات ومستشاري الحزب من جهة، وبالمناسبة كنا نعد العدة لشيء آخر، ولكن نحن حزب مؤسسات انطلقنا للبناء التنظيمي القوي ولتقوية أذرع الحزب على جميع المستويات. لذلك فخلاصات المؤتمر الوطني كانت مرتبطة بتقوية الديمقراطية الداخلية، بمعنى انتهت الزمن اللي شي واحد عنده صاحبه ولا شي واحدة كيعرفها ويجي يحطها في شي مسؤولية حزبية، بمعنى التدافع الحزبي داخل المؤسسات الحزبية هو الفيصل فيما بيننا. أيضا في الشق المتعلق بالرهانات الكبرى لبلادنا، في الوثيقة التي اطلقنا عليها من اجل تعاقد جديد ما بين بام كحزب على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي ومناضليه ومناضلاته، وايضا ما بين حزب الاصاله والمعاصره وكل المغاربه الذين تقوا فينا واعطونا المرتبه الثانيه في محطه شتنبر 2021. الان حزبنا كما تعرفون منذ تاسيسه بنى تصوره على اطروحتين اساسيتين. أطروحة الإنصاف والمصالحة، بمعنى بلادنا خلال 20 سنة الأخيرة منذ تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم في بلادنا في المملكة المغربية، كان موضوع العدالة الاجتماعية وموضوع العدالة المجالية ما بين الجهات والأقاليم وما بين المواطنات والمواطنين كان أساسي في توجهات الحزب والوثائق التي بني عليها. أيضا الديمقراطية الاجتماعية، كيفاش المواطنات والمواطنين يستفدوا من كل الحقوق الأساسية
المتعلقة بالحياة الكريمة يجب نحن في حزب الأصالة والمعاصرة في تراكتور نناضل عليها بقوة وندافع عنها بقوة وندفع بالاتجاه لتقوية الجهات بأدوارها. كما كتلاحظوا الجهات في المغرب قبل 2015 قبل القانون التنظيمي 111/14 كانت مليار ديال الدرهم لكل الجهات، الآن هذا الرقم ارتفع ولا 10 مليار ديال الدرهم. غادي يمكن التساؤل اللي يكون هو هذا 10 مليار ديال الدرهم فين كتمشي؟ إخواننا في الجهة يتابعون عن كتب ونحن داخل التسيير كما نحن على المستوى الوطني ندبر الشأن الحكومي مع الأغلبية الحكومية. هات المعطيات المتعلقة بالمالية العامة حرم قوة انطلاقا من ربطها بالحكامة بمعنى الفلوس ديال البلاد في خصها تصرف وعلى ما خصها تصرف. موضوع الدولة الاجتماعية كان حاضرا بقوة حيث أنه الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين الحلم اللي كان عنده هو أن المواطن والمواطنة يمشي للطبيب ما يدخل حتى واحد يقدر ياخذ كل الفحوصات والراديو الى اخره انطلاقا من هذا الموضوع ديال الحمايه الاجتماعيه وهو ورش اساسي عندنا في وثائق الحزب. ايضا من الوثائق او من المحاور المهمه بالنسبه لحزبنا هو تقويه هذه الدوله الاجتماعيه في الصحه والتعليم، هادو ورشين مهمين، زائد التشغيل اللي به غادي نقدروا يكون عندنا تشغيل منتج يخلق الثروه. وأعطي مثال حي، جلالة الملك وقف بيده الكلمتين في قفة رمضان من أجل أن يقف مع الناس الذين يحتاجونها ويوصلها لأكبر عدد على المستوى الخريطة الوطنية لهؤلاء الذين هم في حاجة ماسة إليها، بمعنى قيم التعاطر والتضامن هي من القيم الأساسية التي تتبع بها وبها في هذه المملكة السعيدة. أيضا كل المناضلات والمناضلين الذين انخرطوا عن دواعي في هذا العمل الجاد المتعلق بالوقوف مع المحتاجين وغيرهم يدخل في القوة قيمنا التي نؤمن بها وندافع عنها. أكيد نحن في الأصالة والمعاصرة 2015 كنا 3 فاس ديال المنتخبين، هذا رقم 3 بقينا قابضين فيه ولا 33 وعندما اصبح 33 اخذنا مساحات كان البعض يظن انها هي حكرا له وعليه ولا يمكن لاي حزب ان ياخذها، لكن الأصالة والمعاصرة بمناضلاته ومناضليه وبالصعوبات التي ارتكبت استطعنا ان ندخل بفريق مميز اقل فسادا الا ما اقول غير مفسد بشكل نهائي بتعاطيه مع المنطق والتدبير للشؤون ديال الشأن العام على المستوى ديال المدينة وعلى المستوى ديال المقاطعات. وهذا الموضوع ديال الفساد والموضوع ديال محاربته هو ورث من الأوراش في وقتنا في العصر المعاصرة جدية كبيرة، وما يسمحوش لأي فاسد كيفما كان شأنه أنه يجي يتخبع في العصر المعاصرة. حزب العصر المعاصرة موجود باش يدافع عن المناضلات، باش يدافع عن المواطنات، باش يدافع عن المواطنين بمنطق المصلحة العامة وليس بمنطق الدوات. أكيد دواتنا ممكن أن نحققها عندما نحقق المصلحة العامة وندافع عن قضايانا وقضايا المواطنات والمواطنين. من بين المحاور الأخرى التي جاءت في أوراق الحزب وهذا هو الأساسي هو التطلع إلى المستقبل، بناء شراكات مع إفريقيا كما يفعل جلالة الملك في الشق المتعلق بالسياسات العمومية وفي الشق الاقتصادي وفي الشق البيئي. آخر اعتراف للعالم بالمغرب في بناء حقوق الإنسان أن المغرب ترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد من؟
من كان ينافسنا؟ جنوب افريقيا ونعرف جرى الصبغية في علاقتها، واستطاع المغرب ان ينال فوزا باهرا وساحقا اعترافا من دول العالم بما حققته المملكة المغربية في ملف حقوق الانسان، في ملف التنمية، في ملف التعليم. موضوع اخر بالاهمية بمكان، نحن في الاصالة والمعاصرة ايدينا ممدودة لكل النيات الحسنة. سكتنا طيلة سنتين ونصف من أجل إنشاء التحالف على مستوى المدينة وعلى مستوى المقاطعات. سكتنا من أجل أن نعطي معنى للنبل السياسي، ولكن أقول وأقرر، نحن نشتغل مع مؤسسات الدولة، مع القطاعات الحكومية، مع باقي الفعاليات في المدينة. علاش؟ لأن صراحة المنتخبين وفق ما يتيح قوانين المدينة محددة بالميزانية اللي عنده، ولكن المنتخبين الذين يترافعون في الرباط ويستطيعون جلب المشاريع ويدافعون عنها بقوة يستطيعون أن ينالوا ذلك. لذلك فريقنا على المستوى المجلس المدينة والجهة والمقاطعات يناضلون ليل نهار من أجل تقديم ولو جزء قليل للمواطنات والمواطنين. شيء آخر هو الحزب بعد المؤتمر تعرفته مع البنية الحزبية بشكل قانوني. كاين المكتب السياسي والقيادة الجماعية اللي هي جزء من المكتب السياسي، كاين البنية التنظيمية اللي هي الأمانة الجهوية، كاين الأمانة الإقليمية، كاين الأمانة المحلية، كاين هيئة المنتخبين، وكاين واحد إبداع جديد جاء به الأصالة والمعاصرة هو خلق أكاديمية التكوين للشباب والنساء على المستوى المركزي بخبراء البام وحتى من خارج البام من أجل أن يساهموا في تكوين المواطنين. وهذا طبعا يغيظ المنافسين حتى لا أقول الخصوم السياسيين، لأن خصومنا كنعرفوهم، حتى الخصوم الحقيقيين والأعداء الحقيقيين للأصالة والمعاصرة هو الفقر، هو الجهل، هو الأمية، هو قلة الصحة، هو قلة الشغل، هو عن عدم العمل. هذو من الأعداء الحقيقيين. نحن نقول هناك مساحة شاسعة ممكن لبنات وأبناء الطام أن يشتغلوها أو أن يأخذوها، على اعتبار أن فاز مثلا ما كنفوتوش 30% ديال نسبة التصويت الاخوان والاخوات، ليه معنا 70% ما مسوقاش؟ فقدان الثقة. خصنا نسولو راسنا علاش فقدان الثقة. مروا من هنا، كانوا يتحكمون في كل صغيرة، حتى النمل إذا أراد أن يتحرك كانوا يتحكمون فيه في المدينة، والآن يحاولون أن يعطونا الدروس. هيهات هيهات، لن يستطيعوا، لن يستطيعوا، على اعتبار ان الأصالة والمعاصرة في عمره 15 عام. باش نتفاهم، كاين اللي دوز 20 عام وهو كيسير المدينة، كاين اللي دوز 25 عام وهو داخل في التسيير ديال المقاطعات، كاين اللي دوز 30 عام وهو في هذه المدينة من اول انتخابات 63 حتى دابا. فكيف نسمح له ان يعطينا الدروس؟ لن نقبل عليه ما دام يريد ان يتميز علينا بمحاوله اعطاء الدروس. لن نقبلها، ولكن مستعدين للنقاش ومناظره مع هؤلاء على طاوله امام سكينه فاس لاعطاء الحساب. Thank you.
لمقاطعة أكدال ومقاطعة البريريين والساكنة في الحساب، ويجيبوا الحصيلة ديالهم ويقدموها أمام المواطنات والمواطنين وأمام ما يسمى بالهيئات التشاركية ديال الديمقراطية التشاركية اللي كيكون فيها المجتمع المدني، ونشوفهم اش كيديروا وقفوا عليهم اش كيديروا. هذاك المال العام اللي كيصرفوه وقفوا معاهم وشوفوهم فين كيصرفوه. برلمانيين أيضا تجديد ثنائي ثلاثة برلمانيين مستعدين نعطيو الحساب اش كنديروا وعلاش كندافعوا. اخواننا واخواتنا في مجلس المدينه ايضا خصهم يجي يعطينا الحساب. ثقافه اعطاء الحساب خصها تكون عندها قاعده. اخواننا في مجلس العماله وكما بقات عندهم ميزانيه ايضا حتى هما خصهم يعطيو الحساب ويقولوا لنا اش كيديروا تما. اللي بغيت نقول لكم يجب ان نثق في بعضنا البعض، يجب ان نثق في ذواتنا وفي اسلوبنا وفي وسائلنا، لانها الانقى الافضل الاجود، ونتنافس مع الاخرين. واذا اصابوا نقول لهم شكرا اصبتم، وان اخطاوا نقول لهم اخطاتم. كفى مزايدات في هذه المدينه، كفى مكر وخداع ونفاق وتزلف. يجب ان يقف هذا. ومن بين المحاور الاساسيه اللي كانت في الوثيقه ديالنا موضوع الرقمنه، موضوع الرقمنه اللي حضر في المؤتمر ولا بغى يشوف وثائق الحزب غادي يرجع للوثيقه اللي عندنا اللي فيها التعاقد جديد ومتجدد ما بين مشروع الاصل والمعاصره والمواطنات والمواطنين ومناضليه، فيها موضوع الرقمنه. دابا اللي ما عنده ما يدير اش كيدير؟ كيشد التليفون كيدير ويفي فابور كيتخبع ما كيديرش حتى سميتو كيرجع للور وكيبقى يضرب في الناس ويضرب في المؤسسات ويضرب في الاعراض. وهذا الشيء خطير جدا اخواتي والاخوان، خطير جدا. هناك من يتلقى الدعم من هنا وهناك وهو خارج ارض الوطن ويريد هدم المؤسسات الدستوريه في هذا البلد ويريد التاثير على الوحده الترابيه الوطن. لن نتسامح معه، يجب ان نكون يقظين. نحن هنا في المملكه المغربيه ثوابتنا ندافع عنها ونستفيد عليها، ويجب ان نتمسك بها لانها هي الضامن الاساسي من اجل أن نستمر أقوياء. عندما تقول أنك مغربي المنتديات الدولية تسأل تجربتكم حقوق الإنسان، تجربتكم في الديمقراطية، تجربتكم في الانتخابات. درنا انتخابات في كورونا ونجحنا فيها بشهادة العالم. الله كبرى هذيك البناء اللي غادي يكون في الداخلة غادي ندفعوا به إفريقيا جنوب الصحراء وخمسة ديال الدول ديال إفريقيا. هذه تصورات استراتيجيه كبيره كيقودها جهاز الملك. ما يمكنش نسمحوا اللي كيرجع اللور وكيتخبع، اللي عنده شي حاجه ما يقول لنا يجي. ابواب مقرات الحزب مفتوحه، لقاعاتنا مفتوحه، ما كنديروا لا ليفيتور في الباب باش يضربوا الناس ولا يوقفوا الناس كما كان واحد الزمان فات. واحد الزمان فات كان اللي يدخل. ناتي بكل اريحيه ونحضر الى التجمعات، لان الاخوات والاخوان ديالنا مآمنين بخدمه قضايا الوطن والمواطن قبل قضاياهم الذاتيه، لان ما عندهمش قضايا من غير انهم يخبوا القضايا الكبرى للوطن والمواطن. وبالتالي اخواتي اخواني اقول لكم يجب ان ننتبه ونكون يقظين. ديك اللايك وجيم بعض المرات كدوز وكذا راه كنتورطوا في شي حوايج من حيث لا ننتبه. وبالتالي اقول لكم ان الاصاله والمعاصره جد فخوره برجالها ونسائها وشاخاتها من بعد. غنقول لكم رؤوس اقلام متعلقه بالاهداف الكبرى اللي غادي نناضلوا فيها في هاد الشهرين الشهور اللي جايه. اولا
تفعيل البناء التنظيمي للحزب الجهة. شي أمانة محلية نابسة إذا ما فقط لا بصحور ولا بحرارة ولا ببرد اسمح لنا خليونا قدام مراديين ديالنا مراديين ديالنا أو أمانة إقليمية حتى الأمانة الجهوية، لأن حنا اللي بغينا نكونوا الأولى في محطة ديال 26 خاص الآلة التنظيمية ديالنا تخدم وتخدم ليل نهار وتفتحوا الباب للحزب، ماشي شي واحد بوحدو، بالعكس فتحوا الباب للحزب لكل الطاقات النساء رجال الشباب اللي بغاو يجيو للحزب، الحزب لجميع المغاربة. بنية الاستقبال المقرات لا الإقليمية ولا الجهوية هي رهن الإشارة ديالكم، اللي كيعرف يدير شي حاجة مرحبا به المقر، رهن الإشارة ديالكم ديالكم آخر المطار. موضوع تدبير العلاقة ما بين الحزب والمنتخبين، أنا كنعطي رؤوس أقلام، ما يمكنش شي منتخب نجح بالسياسة ودوز عامين ونص وما شفناش، ما شفنا. يسمح لنا ولا تسمح لنا؟ اللي كيجي في المناسبة بلاصتو مزيانة المناسبة نديرو له كرافطة قدو ولا نقدو له البلاصة ديالها مزيان، ولكن المناضل ولا المناضلة المنتخب ولا المنتخبة خاصو يتواجد في المحطة التنظيمية ديال العين في الغرب ولا في كذا ويعطينا شنو واقع عندو باش نعرفو راسنا فين غاديين. بمعنى العلاقة ما بين تنظيم الحزب في الشكل المتعلق بالتدبير السياسي والمنتخبين ما يمكنش تمشي للجامعة ودير اللي بغيتي، دير حرية الرأي ولكن القرار ملزم، ما يمكنش تمشي للجهة ودير اللي بغيتي. حنا في البلاك في البرلمان كيكون عندنا وجهات نظر مختلفة، ولكن ننضبط القيادة السياسية بمعنى المكتب السياسي والرئيسة ديال القيادة الجماعية أو القيادة الجماعية إذا شي حاجة من عندهم غادي نضبطوها وخافوا نكرتلكوا بها وما نخرجوش في القهاوي ونبقاو ما كنكلوهاش. لا لا عندنا شي حاجة كنجيو للحزب للجماعة وكنحطوها وكنضحكوا بها وكنتصفقوا عليها وكنصفيوها وكنزيدوها قدام. لذلك أقول لكم مرة أخرى، موضوع التقييم والتتبع هو موضوع أساسي في عمل حزبنا. بمعنى راه ما يمكنش أنا برلماني والحزب في الرباط ما كيعرفش كندير، أو أنا رئيس جماعة ما كيعرفش الحزب كندير، أو أنا منتخب باسم الحزب وما معرفتش كيدير لا جهوية لا محلية لا إقليمية. هادشي خصنا نقطعو معاه. وراح نقول لكم واحد المسألة، اللحظة الجاية راه حتى شي واحد ما يجينا بالباراشوت. سالينا هاد القضية ديال الباراشوت، حتى شي مرة يجي شي واحد مقاد مزيان ولا شي وحدة مقادة مزيانة راه ما عندناش هاد البلايص، البلايص ديالكم. وبالتالي إذا بغينا نكونوا حزب قوي وممكن إن لم أقول نستطيع وبقوة نكونوا ذاك الحزب، نقدر نقول لكم بأن الآخرين لا يستطيعون أن يجتمعوا هكذا في باب في فضاء مفتوح. احنا الله الامراض في المشهد السياسي الله يداويها، ما بغيناش شي واحد يكون مريض، ولكن كنقول فن يتنافس المتنافسون، ماشي من منطق الضرب من تحت الحزام. اللي عنده شي افكار ولا شي رؤى ولا شي هذا يجي يطرحها معنا نتذاكروا معاه، الا قنعنا نقول له عندك الحق احنا غالطين اعطينا التصور باش ندافعوا عليه ونتبناوها معاك وندافعوا عليك شي فكره مزيانه جبتيها لمدينه فاس. اما من يحسن التموقع ويظن بأنه هو الأذكى فلا يجب أن يستغبي ويستحمل الذكاء الجماعي للمناضلات والمناضلين والفاسيات والفاسيين بشكل عام، كيفهموش الواقع. لذلك سأتوقف هنا، عادة عندما تكون هذه اللقاءات في مثل هذه المناسبات هذه كيكون القلب مفتوح، حتى الوقت ما كنبقاوش كنقولوا نديروا 10 دقائق يمكن بزاف، ولكن المهم هو ان هذا الكلام كان من القلب، حتى انا كتبت شي حاجه ما قدرتش نحترمها لانه ارى في اعينكم الامل الحاضر والمستقبل. لذلك اللي كتعرف شي وحده شابه ولا شاب يجي لحيت ورش الشباب غادي يفتحوه، ورش نساء والهيكله ديال منظمه النساء غادي يفتحوه، وخاصنا نكونوا الاولى فاس. وبالمناسبة كنحيي المرأة البامية الحاضرة معنا لأنه فوق جدكم. لا 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 الموضوع خدمو، لا لا غادي الموضوع خدمو
المرأة والأم والأخت والزوجة والصديقة والمهندسة وكتب الطيارة والدران إلى آخره وفيها كل شيء، ولكن أن تقتحم عالم السياسة في مجتمع يريد البعض أن يجرنا فيه إلى الخلف، أعرف بأن الضريبة تكون كبيرة جدا، ولكن أنتن قويات بإرادة قوية، أنتن نساء صلبات مش حديدية. ألا أقول الوحدة والتضامن والقول الحقيقة والصدق فيما بيننا عن تغلبوا على كل المحاولات التي تريد أن تنال من الأصالة والمعاصرة، حزب الأصالة والمعاصرة بنسائه برجاله بمؤسساته بمنتخبيه محلياً إقليمياً جهوياً وطنياً وحتى على المستوى الوطني أقوى، ولم يستطيع أي أحد أن ينال منا. أتوقف عند هذا الحد.